متواصلين في هذه التغطية الإعلامية وهذا البرنامج مع الفائزين. معنا في هذه اللحظات جابر بن صالح بن نصرة العامري متحدثا عن فوز ترف واختطافها للشلفة الفضية في مساء هذا اليوم. جابر ألف مبروك الفوز وتستاهل ناموس وجعلنا ناموس دائم. الله يبارك لك ويحق لك خير إن شاء الله. نعم. وش سلالتها ترف؟ ترف أبوها ولدنا سوان وأمها بنت شاهين الكليلي. مشاركاتها قبل شوط الليل؟ مشاركاتها ماخذة موتر في رصيدها موتر واليوم توافقت وخذت الشلفة. كيف شفت الشوط الليلة؟ الشوط قوي، شوط رمز لازم انه يكون شوط قوي. هل هناك مفاجآت اخرى في هذا المهرجان؟ ابشرك ان شاء الله مفاجآتي ايها ان شاء الله من قبل ان شاء الله. لمن تهدي الفوز الليلة؟ اهديها لسمو الشيخ خليفة بن زايد وشعب الامارات كافة. بيض الله وجهك وجعلنا مسلمين دائم وشكرا جزيلا. ويحك بيض الله يفرحك ان شاء الله.